السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد، اليوم شي حاجه جديده كما كتشوفوا معنا في الفيديو. اليوم جينا لهذا البارك ديال الالعاب، هذو التحضيرات ديال الموسم ديال سيد المختار ديال الولي صالح سيد المختار ولاد ابي السباع. كما كتشوفوا معنا قبائل الصحراويه، هذا الموسم ديالهم، لان كان كيدار هذا الموسم في شهر 8 نهار 20 شهر 8، ولكن دابا تاجل لشهر 10 على حسب. كان شهر 8 شويه كانت الحراره مرتفعه بزاف، كان شويه الحال سخون واجلو حتى برد الحال دابا. وكما كتشوفوا معنا راه الجو زوين والجو رائع جدا فهاد العشيه هذه، وخرجنا باش نديروا هاد الدوره خفيفه ونشاركوها معكم. وجو معنا هنا البلاصه ديال الالعاب، جبنا الوليدات باش يلعبوا، وقلنا علاش لا ما نديروش هاد الفيديو خفيف ظريف نشاركو مع خوتي وخواتاتي وحبابي يتفرجوا معنا ويتساراو معنا كيف العاده كيف معوداتكم. اختكم خديجه مرحبا بكم والف الف مرحبا، اجيو تلعبوا حتى نتوما هنا، تجيبوا الوليدات وتجيو تفوجوا شويه على راسكم. كما كتشوفوا معنا هنا الاجواء رائعه جدا جدا، وسمحوا لي اخوتي على الصوت ديالي لان شويه ضاربني البرد، سمحوا لي انا دائما البرد مصرفقني عارفيني علاش تنقلب. ايوا سمحوا لي اخوتي، انا بغيت غير نشارك معكم ونبسط معكم كيف ما العاده كما عودتكم دائما. سمحوا لي على هذه الغيبه اللي طولت عليكم بزاف بزاف، سمحوا لي وبزاف. ايوا كما كتشوفوا معنا دابا دورة التحضيرات ديال الموسم، وغادي نشارك معكم ان شاء الله كل شيء اللي غادي تكون طبوريضه، وغادي نشاركوا معكم الاجواء ديال الموسم كامله ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان الموسم غادي يبدا من اليوم تبارك الله. راه بداو يحطوا اليوم الاثنين، هذا راه اليوم الاثنين في العشيه، وغدا الثلاث غادي يكون تبارك الله عامر، وغادي يبقى السيمانه هاد السيمانه ديال العطله كلها. ايوا مرحبا بكم معنا والف الف مرحبا. كما كتشوفوا معنا الاجواء، وشوفوا معنا الغروب تبارك الله شحال غزال، الجو ديال الغروب رائع جدا. وهانتوما شوفوا معنا الالعاب، راه كاينين الالعاب تبارك الله. هانتوما هنا راه عندنا الالعاب هنا قدام الدار، يعني حنا راه ما بعادينش من هاد الالعاب، حنا راه حداهم هنايا قرابين لينا كندورو دورة ونمشي ونجلسو نلعبو ونتفرجو شوية. ايوا مرحبا بكم معنا والف الف مرحبا بكم. هانتوما شوفوا الغروب، يا سلام، انا هادشي اللي تيعجبني المنظر ديال الغروب ملي كتبي ترجع الشمس تيكون المنظر رائع جدا. وهانتوما اخوتي هاد الالعاب، هاد اللعبة هادي راه شوية خطير الوليدات راه طالعين وتيغوتو. ايوا اخوتي بينا نشاركوا معكم هذه الاجواء هذه، ومرحبا بكم معنا وشكرا لكم على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. وكما كنقول لكم مره اخرى، تفرجوا لنا في الفيديو من الاول الاخير، شكرا لكم وخلوا اللايكات ديالكم، والى اللقاء الى فرصه قادمه ان شاء الله.